إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والله له حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله